نحتفل معا اليوم يوم الأحد بعيد الشعانين أو عيد دخول الرب يسوع المسيح إلى أورشليم أو إلى مدينة القدس لآخر مرة في حياته، وبعد ذلك خلال الأسبوع من هذا اليوم وخلال الأسبوع سيكون أسبوع الآلام في الكنائس المسيحية. طبعا هو دخل إلى مدينة القدس منتصرا حتى يحرر الإنسان من عبودية الشيطان، من عبودية الشرور. لذلك نحتفل في هذا اليوم بعيد الشعانين.